سألوني الناس عن نطق بعض الكلمات، كلمة يبالغ، يبالغ يعني exaggerate، 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 أوكي، ومبالغة exaggeration، exaggeration، لا لا قولوا رأي حاجة، exaggeration، تمام كده. كلمة متكلف، واحد متكلف، أهلا وسهلا يا فندم ازيك كده، ده نسميه pretentious، جاي من pretend، pretend يعني يتظاهر بيه، فجاي منها متكلف مش على طبيعته، تمام، أفلم كده، فبنسميه pretentious، pretentious مكتوب عندك فوق أهي. وعكسها تلقائي عفوي spontaneous، spontaneous، أوكي spontaneous، أيوه برافو عليك، أهلا وسهلا، spontaneous، spontaneous، تمام كده. في كلمة إيه تاني؟ emphasis، توكيد، emphasis، emphasis، يؤكد، emphasize، I would like to emphasize the importance of this word، أحب أن أؤكد أهمية هذه الكلمة، I'd like to emphasize the importance of this word. Okay, so that's all for now. See you.